السلاح والأمن 2019 عنوان المعرض الدولي 16 من نوعه في العاصمة كييف. يشارك في المعرض ممثلون عن 72 شركة، من بينها 48 شركة أجنبية من 16 دولة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا والدنمارك وفنلندا وبلجيكا وبيلاروسيا والنمسا والتشيك وتركيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وكرواتيا وإسرائيل والصين وكازاخستان. يقدم المعروضات الأوكرانية مجمع أوكر أبورون بروم الحكومي واتحاد المؤسسات الدفاعية في أوكرانيا ووكالة الفضاء الأوكرانية، بالإضافة إلى أكثر من 130 شركة حكومية وخاصة أخرى. سننظر بشكل خاص إلى التطورات التكنولوجية التي ستساعدنا على الوصول إلى مستوى جديد من التكنولوجيا. سننظر إلى الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الخاصة على حد سواء. سبق لنا استعراض النماذج الأولية التي اعتمدها مكتب التصميم الخاص بنا. اليوم نعرض سيارتين من أصل 10 سيارات موجودة هنا، ومنها سيارة كازاك 2. الضباط الذين قاتلوا ساعدونا على تطوير واختراع مثل هذه الآليات التي صنعت وفقاً للمواصفات الفنية لسلاح مشاة البحرية الأوكراني. يجب أن تكون عائمة ويجب أن تحمل 10 أشخاص، لا مثيل لها في أوكرانيا، وحتى عدونا الشرقي لا يمتلك مثلها أيضاً.